وإلى أخبار اتحاد الكرة، أعرب عمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تقديره وتقدير الكاف للدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. وقال فهمي في الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وبرعاية هانيا بوريدا رئيس اتحاد الكرة، إن الكاف يقدر الدكتورة رانيا علواني كأحد الشخصيات الفاعلة في الرياضة المصرية كعضو لجنة أولمبية وعضو بمجلس النواب، وأنها تحظى بتقدير بالغ من الوسط الرياضي العالمي. وحرص كل من مرتجي وفهمي خلال اللقاء على شرح وجهتي نظر هيئتيهما في الموضوع، مع التأكيد على الاحترام المتبادل بينهما وعزمهما على المضي قدما في تعاونهما معاً.